في حديث العرب هذا الأسبوع. الدفاع عن الإسلام أنا بالنسبة لي الآن هالأيام اللي الإسلام معتد دائما يهاجمون علينا، الدفاع مو بس إنه نقول لا والله إحنا الإسلام مو هيجو أو مو هيجو، الدفاع إحنا مو بس الدفاع، إحنا نشوف جمال ديننا. أنا بالنسبة لي لازم أنا أوقف وأحكي إنه هذا العراق إذا راحوا المسيحيين من العراق يتغير العراق، إذا راحوا المسيحيين من أي دولة عربية حقيقة يتغير المجتمع. أنت تطلبين أو تطالبين أو دائما تطرحين فكرة ألا نختزل نساء الحروب ضمن مفهوم الضحية، كيف؟ الاتفاقيات اللي يكون متضمن بها وجه نظر النسائي، نعم، السلام هناك يكون يعرف بصورة أوسع وليس بس الحرب والقتل والميليشيات، نعم، والأشياء، نعم، لأنه النساء يقول لك أنا أريد أبني الحياة. هل من رسالة من القلب إلى مجتمعك في العراق؟ الناشطة العراقية زينب سلبي في حديث العرب مع سليمان الهتلان.